ازيكم يا حلوين؟ يا رب تبقوا كويسين. النهارده عامله لكم وصفه سهله وظريفه برضو. هنعمل حاجه لو انت مش عايزه تاكلي جبنه بالليل، ممكن بقى نعمل ايه؟ فتت سجق. ما تتخضوش، سمعتوا صح، فتت سجق. حاجه سهله وظريفه والله مش هتاخد منكم وقت. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. زي ما اتفقنا دايما لازم الطاسه تبقى سخنه. هنحط السجق واحده واحده كده، ومش هحط ولا اي دهون خالص، هو السجق هينزل لي الدهون بتاعته. بصوا بقى، انا ما حطيتش ولا اي حاجه دهنيه خالص، ولا اي زيت ولا اي سمنه ولا اي حاجه، هو السجق بيبقى مليان دهون. تعالوا كده بصوا بصوا بصوا، شايفين الجليزي ده او التزييف ده؟ هو ده اللي انا عايزاه. هو اهو ابتدى من نفسه ينزل دهونه، واحده واحده هينزل اكتر. وانا عايزه الطاسه تبقى زي برضو المحروقه، يعني انا محتاجاها تبقى زي المحروقه كده بالظبط. بصوا كده، بصوا بقى كميه الدهون اللي نزلت. بصوا شايفين ازاي كتيره جدا، ده بس من السجق، ولسه كل ما بيستوي اكتر كل ما بينزل دهون اكتر. عشان كده ما حطيناش اي ماده دهنيه خالص علشان ما تبقاش تقيله قوي، احنا برضو بنتعشى بالليل يعني. طلعنا السجق في نفس الطاسه، هننزل البصل. بصل جوليان كده متقطع بالطول، ننزل البصل عليه، هياخد بس تحميره كده يعني، او يدبل سنه بس، وارجع تاني السجق. عندنا هنا عقبال ما البصل بيدبل هنعمل ايه؟ الصوص بتاع الفته. عندنا زبادي، هنحط الزبادي حبه حلوين برضو، كل واحد يحط زي ما هو عايز. عايزه تزودي والله الزبادي وانت بتحبيه كتير حطي كتير. هنحط بقى عندنا ايه؟ مرميه. انا عارفه انها حاجه جديده يعني في الاكل بتتحط، هي بتتشرب بس هنحطها على الزبادي. حط حبه كده حلوين خلاص، وهنقلب. في ناس بقى بيقولوها ايه؟ مرميه، وفي ناس بيقولوا مرميه، شوفوا انتوا تبع انهي تيم. وهنحط عليها الليمون، دايما اكلنا كله فيه ليمون وزبادي. هنقلب. ده بقى الصوص الاولاني، لسه فيه صوص تاني. البصل اهو دبل زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليه تاني بالسجق بالميه بتاعته برضو اللي نزل اهو. السجق مش بيحتاج بهارات عشان هو اصلا بيبقى متبهر يعني، فاحنا لو زودنا بهارات هتبقى كتيره كده واوفر يعني. فهنقلبه كده تقليبه ونسيبه بقى ايه يستوي كده براحته، ونعمل الصوص التاني. عندنا ملح حصى عشان ما تبقاش يعني ما تبقاش مملحه قوي، تبقى هلسي شويه يعني، صحيه شويه. وعندنا فلفل حصى هنحطه برده، ونحط الثوم، هنحط البصل، بصل احمر. هنحط هنا بقى عندي ايه؟ عندي نعناع وبقدونس وكزبره خضراء، هنحطهم على البصل والملح والفلفل والثوم. واخر بقى حاجه الزيت، زيت زيتون. لو ما فيش زيت زيتون نحط زيت عادي، بس هيبقى تقيل شويه، كتر الزيت عشان يبقى معانا صوص. يلا بقى نضربهم. السجق استوى اهو، وبصوا كميه الدهون اللي نزلت منه، مش محتاجين نضيف اي حاجه، هنضيف له بس حبه دبس رمان تزوده مزازه كده ويبقى حرش كده. مزز ومسكر كده في نفس الوقت. هنقلبه بس كده تقلبتين وكده هو خلاص استوى معانا. اكتر بقى حته بحبها نتيجه شغلنا كله لما يتحط على بعض، هنحط العيش اللي احنا حمصناه، عيش شامي. وخليكم دايما كده ايه، محمصين حبه عيش شامي وحاطينه في الثلاجه،
والله بيبقى طعمه ايه لو رشيتي عليه ملح وفلفل واكلتيه كده هيبقى زي الفل. حط هنحط بقى من الصوص اللي هو بتاع الزبادي اللي احنا عملناه كده اهو. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يامي يامي. هنحط بقى من الخليط اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن كزبرة خضراء وبقدونس ونعناع وثوم وبصل وملح وفلفل. هنحط بقى كده السجق. ايه الحلاوة دي؟ والله العظيم انا بحب اعكس اكلي، يعني بحب اعكس اكلي، يعني الاكل لما تعكسوه بيطلع حلو قوي. اظن بقى مفيش عشاء اخف من كده. جربوه وما تنسوش تاكلوا صوابعكم وراه، ودعولي وادعوا لاخويا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.